مساء الخير جميعا. لا يمكن الحديث عن المرأة دون ذكر أهم وأجمل صفاتها، الأمومة، عندما تتحول إلى رمز للعطاء والتضحية في سبيل تلبية طلبات عائلتها. فليس أجمل من امرأة ضحت بزهرة شباب عمرها وتخلت عن كل أحلامها من أجل تربية 6 أبناء، قدمت لهم الحب والدعم وأعطتهم كل ما تملك من قوة حتى أصبحوا الآن قادرين على تحمل مسؤولياتهم. ضيفة اليوم أم أردنية قررت العودة إلى الدراسة واسترجاع المظهر الشبابي بعدما أنجزت مهمتها مع أبنائها 6 وبنجاح. فلنتعرف على رانيا. رانيا، شو اخبارك؟ الحمد لله. كيف الصحة؟ تمام. والأولاد 6 ما شاء الله. الحمد لله كويسين. أنا بعدي متفاجئة كيف إمتى جبتيهم وكيف لحقتي تجيبيهم وأنت بعدك صغيرة وشابة. كلميني أول حاجة عن الأولاد. أنا عندي هلا بنتين وأربع أولاد. ما شاء الله. الكبيرة الحين عمرها 17.5 وأصغر واحد 4 سنين. يعني الحين هلا في المدارس. أوكي. يعني كبروا يعتمدوا على حالهم، بالأول الاعتماد كله على الأم. الحمد لله، الله يعطيك الصحة. ناوية تجيبي أكثر؟ لا خلاص. خلاص ستوب. بركة. طيب عرفيني عن نفسك أكثر رانيا. أنا رانيا عمري 36، الوزن 56 تقريبا، طول 169-170، وحالحين لا أعمل يعني في البيت. اوكي. عم حاول عم تابع دراسه هلا. اوكي. حنتكلم في موضوع الدراسه هذا اللي كثير عاجبني وعاجبني قرارك وبشجعك وبحييك عليه. اول حاجه كلميني، شنو الدافع الاساسي اللي خلاك فعلا تاخذي قرار انه انا خلاص حابه اغير واشارك في برنامج انت اجمل؟ لاني كثير يعني اهملت في نفسي، اكثر وقتي كان كله للاولاد والبيت، ويعني كثير كنت يعني مهملة نفسي كثير، فتابعت البرنامج كثير وتشجعت اني اقدم. رانيا، اختيارك او اخترناك في هذه الحلقة وخصوصا هذه الفترة ما كان اختيار عشوائي، بالعكس اختاريناك كمثال للمرأة العربية او بالاحرى الام العربية المثالية، بكونك انت ام لستة اطفال وعارفين عناء تربية طفل واحد، يعني بياخذ بيستنزف منك كثير من المجهود ومن الطاقة، فأكيد 6 الله يكون في عونك وإن شاء الله يكبرهم في عزك. فاخترناك أنت من ضمن كل المشتركات اللي حابين يشاركوا معنا، لنوجه تحية لكل أم عربية اللي بتغامر وبتعطي حياتها وبتوهب روحها وطاقتها وكل شيء في سبيل أن تربي أولادها وتشوفهم أحسن ناس في المستقبل. فهذا الأسبوع راح ندلعك ونهتم فيك. وراح تكوني تحت أيادي ناس مختصين لنعطيك أحسن ما عندنا من علاجات ومن الأشياء اللي أنت حابة تغيريها. انبسطي إن شاء الله وعيشي لحظة بلحظتها. أكيد. وفي الأخير كوني أكيدة أنه حتطلعي بالنتيجة المثالية من ناحية الحجاب وناحية وجهك والعناية بالبشرة وأسنانك ولبسك، راح تكون طلة متكاملة. أنا حابة بس بطالبك بشغلة واحدة، أنه بليز ارتاحي وانبسطي كل لحظة غتعيشيها معنا. إن شاء الله. أوكي؟ عشان ما نطولوش بزاف، خلينا نبتدي أول مرحلة في التغيير. أوكي. Even she rested well, she always looks tired. العناية الوحيدة اللي تتلقاها بشرة رانيا هي غسول الوجه، وفي بعض الأحيان تضع كريم واقي من الشمس. فتخيلوا حجم الإرهاق والتعب اللي غادي يكون ظاهر على بشرتها بالرغم من عمرها الصغير. الحل موجود أكيد في مستشفى الأكاديمية الأمريكية للجراحة التجميلية بدبي مع الدكتورة موجو.
دكتور بوجو. Thank you so much, Ibtisam. How's everything? Everything is you are okay. Looking nice to great see you. Today. Thank you so much. Thank you. Doctor, today we have Rania with us. She's a mother of 6 kids, as you know. And she's still looking great, she's right? She's a beautiful lady. Yeah. So, as you spoke to her doctor, that and you know that she never tried any treatment. Yeah. She never do anything to her face. So, what do you think that we can do for her today to give her the best result? Best result. Actually, her concern is she told me even she rested well, she always looks tired. This mm-hmm. is her concern. Actually, this is because of her the periorbital area. If you see, she has little bit, you know, skin laxity here, eyebrows is little bit down. It gives her sad look. Can you please smile, Rania? She has some wrinkles around the eyes, and you see the darkening around the eyes, and also she has little bit we call tear trough line, mild depth fold under the eyes. Today we will do the treatment her periorbital area. This called liquid eye lift, liquid eye rejuvenation. It means I will use some liquid treatments. This is includes for her filler, Botox, and PRP, platelet-rich plasma treatment. When I put the filler just under the eye, we will see the tear trough line will be reduced, and even this filler, hyaluronic acid filler with vitamins, it will reduce the darkening around the eyes. Mm-hmm. And I will put Botox, of course, just to paralyze the expression muscles, and it reduces the wrinkles around the eyes. And we will give little bit, we will lift up the eyebrows a little bit, just very natural. It will not look too much. And with the platelet-rich plasma, as you know, now these days everyone knows this treatment. We will use her own blood. We will just collect her blood and we will centrifuge her blood. And we will just use her platelets. This is the cell which needs to inject it. It stimulates the growth factors, collagen, and also it improves the blood supply around the area. The second concern, actually, if you look closer to her face, you see some tiny like red lines on her cheek area. This is due to blood vessel. But blood, the capillaries become enlarged. Yeah. Today also I will do laser. The laser name is pulse dye laser. This is the gold standard laser for vascular problem. We can treat like capillaries, broken vessels, and the medical name is telangiectasia, spider veins on the face. Do you think, doctor, that she took the decision very late because of her age and everything? If she treat all this before? Of course, especially wrinkles, Botox, we usually do it for the prevention. What kind of cream she can put after the treatment? Yeah. For the around the eyes, I will give you some post-treatment cream. It will also reduce the bruises, which has vitamin K inside. And for the laser, just I'm going to prescribe some look. Okay, perfect. We are done. Okay. We do understand everything. And good luck, Dr. Buju. Thank good you. Luck, Rania. And I'm super excited to see the result. Thank you, doctor. Thank you. You're most welcome.
طبعا للاسف الريتينر او المثبت اللي كان محطوط ومركب لرانيا اتكسر. الأولويات في حياة رانيا ترتكز على تلبية احتياجات أبنائها، فعلى الرغم من معرفتها التامة بحاجة أسنانها للعلاج والتصحيح، إلا أنها فضلت تلبية طلبات عائلتها بسبب ارتفاع تكلفة علاج الأسنان. وبما أنك يا رانيا مثال للأم المعطاء، توجهنا إلى عيادة ليبرتي لنختار لك أفضل العلاجات مع الدكتور معتصم. دكتور معتصم، شو اخبارك اليوم؟ منيح الحمد لله. لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. دكتور، معانا اليوم رانيا. رانيا كتعاني من اسنانها، من صفتهم، من لونهم، من شيب، من كل شيء، وهي حابه فعلا انه تكون عندها ابتسامه اكثر من رائعه ومور ذان بيرفكت. سو شو تقولنا في حاله رانيا؟ هي طبعا بالنسبه لحاله رانيا بعد ما كشفنا عليها ودرسنا الحاله، رانيا كانت عاملة تقويم أسنان من قبل، وطبعاً للأسف الريتينر أو المثبت اللي كان محطوط ومركب لرانيا اتكسر. رانيا ما راحت على طبيب تقويم الأسنان أو ما عالجت المشكلة هاي اللي عندها. في نفس الوقت رانيا كمان بتعاني من شكل الأسنان مش عاجبها ولون الأسنان كذلك. ولكن راح نبتدي بالتدريج في خطه العلاج بالنسبه لحالتها. اولا راح نبدا نعالج الخلل اللي موجود، فكرة المكسور، ونبدا لها تقويم اسنان. واو. فتره بسيطه يعني. فتره بسيطه يعني كم؟ 4 لـ6 شهور. اوكي. نعدل الاسنان ونسكر الفراغات، وبعد هيك نبدا الخطوه الثانيه اللي هي خطوه تجميل الاسنان بتقنيه ال 3N. نقدر نلعب في لون الأسنان وشكل الأسنان. أوكي. نعم. So يعني يعني لا توصل لابتسامة رائعة ولا توصل لآخر يعني شيء أبيض وشيء اللي كنتي حاطة في بالك، يعني لازم لعلاج لفترة 6 شهور. يعني 4 to 6 months. هذا موضوع تقويم الأسنان. على حسب تفاعل أسنانها. نعم. مع التقويم. نعم. أوكي. أنا بصراحة خاب ظني إنه كنت مفكرة إنه اليوم حتيجي واليوم حنطلع بأحلى ابتسامة، لأنه كنت حابة تفاجئ زوجها وأولادها. بس نصبر 6 شهور. لما اقترحنا عليها التقنية الجديدة اللي هو التقويم الداخلي، الجهاز بيتركب الأسطح الداخلية للأسنان ومن برا ما في شيء بيبان. طيب. فطبعا لما اقترحنا عليها هذه التقنية وقلنا تنفع مع حالتك، يعني تقبلت الفكرة بصدر رحب. أوكي. رانيا. دكتور معتصم، التقويم الداخلي هل مفعوله سريع مثل التقويم الخارجي أو يمكن يتأخر شوي؟ يختلف من حالة لحالة. يختلف من حالة، لكن هو الأفرج أبطأ شوي من التقويم الخارجي. الميكانيكس بتختلف مع تقويم الأسنان، التقنية الداخلي والخارجي. لكن بالنسبة لحالتها طالما انه التقويم على السطح الداخلي ومش ظاهر، المدة ما حتفرق كثير مع البيشنت. شهرين او 3 أشهر بالتالي. دكتور، بس الآن كعلاج اللي ممكن تعمله لنطلع بنتيجة شبه بالنتيجة النهائية، بالنسبة للفراغ اللي عندها واضح وكبير ولون أسنانها فعلا صفر كثير، سو شو ممكن تعملها لنوصل للمرحلة النهائية بعد 4 6 أشهر؟ يعني الفائدة أو البوزيتيف شيء بالتقويم الداخلي انه السطح الخارجي للاسنان ما عليه بريسز. فطبعا بالنسبه لحاله رانيا حنركب التقويم من جوا، وفي نفس الوقت فيها تعمل التجميل لمنطقه الفراغ هذه، ونعملها تبييض للاسنان في نفس الوقت. صح، حتتغطى وتصير مثل السن الطبيعي لها. يعني بالنسبه لها حيكون كل شيء بيرفكت لحد ما نبتدي موضوع التجميل بتقنيه ال 3 ان شاء الله. طيب الحمد لله، قال في شيء ايجابي. طيب دكتور، راح اخليك تشوف شغلك، وانا كثير متحمسه لاشوف النتيجه النهائيه بالنسبه للان، بس حكون متحمسه اكثر رانيا لما اشوف النتيجه النهائيه بعد 4 إلى 6 أشهر. شكرا دكتور معتصم. شكرا رانيا. شكرا.
موجودة معنا في هذا البروغرام لنجرب دائما الأشياء اللي كنت تقولي عليها مستحيل. كتابة الموضة وكتعرف كل ما هو دارج من خلال تسوق مع ابنتها، هما كيساعدوها في اختيار الأنسب والأكثر ملائمة لسنها وشكلها، لكن اليوم قررت أن أبرز عمر رانيا الحقيقي وأظهر جماليتها. في آيكونيك دبي مول راح أختار أساليب مختلفة تماماً عما كانت كتعتمد في السابق لأجعل منها أم بطلة عصرية وشبابية. رانيا، واخيرا وصلنا لمرحله تغيير اللبس، كلميني اول حاجه على الطله الجديده وشنو حاسه وانتي لابسه هذا اللبس؟ طله كثير مريحه حلوه، يعني البنطلون العريض من زمان، يعني زمان ما لبسنا هيك، يعني ما توقعت اني ارجع البس يعني بنطلون عريض. الشنطه بعد هاي الالوان ما احملها، احمل بني اسود بس. الالوان البيسك. اول حاجه تعمدت نختار لك هذا اللوك لانه هو بسيط جدا مثل ما قلتي، طله بسيطه نهاريه عباره عن قميص من البيبي بينك واضفنا عليه جاكيت مصنوع كمان من قماش ناعم كثير، وهذا بتلاقيه الان فيري ترندي وكل العالم بيحطوه وبيلبسوه. اضفت لك عليه الهاي ويست بانس بالدارك بلو، طلع كثير حلو ما شاء الله، زادك طول لانه انت طويله فاعطاك سيلويت حلوه للجسم، اعطاك شيب حلوه، والهاي ويست كثير حلو لانه بيبرز لك هذه المنطقه اكثر. وحطينا اكيد في النساق الحجاب، ودائما يعني لانه تحت خانه محجبه لازم دائما نكون عندنا ليميت او تحت خط احمر ما فينا نطلع فوقه. فاكيد وعملت لك في الشوز الكومبونسي اللي هو كثير دارج كمان ورجع لانه برجوع فصل الربيع والصيف كثير بتشوفيه رجع، فانبسطي فيه لانه بيعطيك كعب ويعطيك طول، بيزيدك طول وفي نفس الوقت مريح. يعني انا بتخوف من الكعب ما بلبس كعب. هذا ما تخافي منه، الكومبونسي هذا الحلو فيه. صح، كثير مريح. عالي في نفس الوقت بيعطيك طول ومريح بالنهار وبالليل فيك تستعملي. واكيد لعبنا بالالوان مثل ما بتشوفي، واضفنا شنطة بهذا اللون البيبي بلو مع البريسلت الإسوارة لأنه لبسك فعلا بسيط، فلازم نلعب شوي بالإكسسوار. وبما أنك حاطة حجاب أكيد ما فينا نحط حلاق وهذا، فحطينا دايما الإسوارة بتكون أحسن خيار لمثل هذا اللوك. وهذا هو يعني بسيط وسهل، بس الألوان مثل ما قلتي لازم نختار الألوان الصح اللي تيجي مع السكن وتجملنا وتزيدنا نضارة أكثر لبشرتنا، مش طفينا أو تخلي لون بشرتنا مش مبين حلو. اوكي نجرب اللوك الثاني اكيد. يلا اوكي. رانيا كلميني على هذه الطلة. هاي الطلة كثير غريبة عني انا. أوكي. يعني الكعب هذا اول مرة البس كعب هالقد عالي، البنطلون الضيق من تحت يعني مستحيل يعني البس هيك. نعم. الشنطة بعد ألوانها يعني كثير غريبة، فكثير يعني لوك غريب. لوك غريب. هل أنت الآن تقبلتيه بعد ما لبسناه أو إنه لا ما صراحة يعني لا كثير يعني كثير حلو، يعني ما توقعت إنه يطلع علي هالقد يعني. هو ما القطع غريبة عليك بس لما لبستيها وركبناها بالطريقة هذه صارت مناسبة. محببة عليك. أيوه صرت أيوة. تشوفيها مناسب. أيوه إنه خوفتيني بالأول لما قلتي مستحيل. فكرت انه لا يعني انا يعني لو انا بروح بشتري لحالي ما بشتري هذا اللوك ما ابدا. ما حتنسقيها بهالطريقه. اعتبرت لك اللوك هذا عباره عن اللون هذا اللي بتشوفي الاورنج الفوشيا البينك اللي مخلوط بين هذه الثلاث الالوان اللي كثير حلو وطالع حلو على بشرتك. قميص طويل لفوق الركبه نوعا ما، اضفنا عليه الجاكيت البوي فريند كات اللي هي كمان كثير دارجه وطلعت عليه كثير حلوه، وبما انها لوس هي بتيجي واسعه فكمان الستايل محجبه كثير حلوه بتطلع تريندي وستايلش. واضفت لك عليها بما هو انه طويل وفوق الركبه شوي قصير، فاضفت لك عليه ليجنز لانه بيضل
جميل ومتناسق وبس في الاكسسوارات حبيت العب نفس الالوان اللي موجوده بالقميص اللي كان هو اساس الاختيار، اضفت لك عليه عقد ونازل فعطى لمسه كثير حلوه وجميله وراقيه، واضفت لك عليها شنطه هي مؤلفه من ثلاث الوان، البلاك الاسود هو اللي غالب عليها الجراي والبينك، بس طلع كثير متناسق مع بعض. حلو؟ حلو. انا مبسوطه انك انت مبسوطه. لا كثير حلو فعلا. يلا نجرب اللوك الثالث. اكيد. يلا اللفه اللي عملتي لك اياها هي اللفه اللي انا بلفها لحالي كل يوم. وانت ايضا بتعتمدي، وكل محجبه اكيد بتعتمد فستان طويل وجاكيت. لا شك أن للحجاب العصري دور كبير في تغيير المظهر وإضافة لمسة جذابة له. أخصائية تنسيق الحجاب مها خالد سوف تتولى مهمة تعليم رانيا طرق مختلفة للف الحجاب في First Lady Dubai Mall. مرحبا رانيا. كيفك؟ الحمد لله. خبرينا شو حابة تغيري بستايل حجابك؟ أنا عادة يعني حجابي لفة على السريع، الألوان عندي بيج أبيض، يعني ألوان فاتحة يعني دائما، ما جربت ألوان غامقة، يعني حتى أنت شفتي لي الأحمر قلت لك أحمر لا. فحابة أجرب ألوان تانية يعني أنا هذا، ولفات تانية أنا يعني تكون سريعة وعملية وتعطي ستايل حلو. خلينا بس حكيتي شغلة، أو أكيد المشاهدين صاروا عارفين عنك شغلة، بس نذكرهم إنه أنتي ست بيت صح؟ أي. وعندك ست أولاد ما شاء الله، فأكيد ما الوقت عندك مهم كتير. أكيد. عشان هيك أنا اخترت لك لفات حجاب كتير سهلة وسريعة، يعني اليوم بالفعل رح تكون اللفات سهلة وتقدري انت بالوقت الضيق اللي عندك تعملي شيء كثير حلو وتحسي حالك ثقه اكثر. اللفه اللي عملتي لك اياها هي اللفه اللي انا بلفها لحالي كل يوم لما اروح على المدرسه ولما اروح على الجمعيه وبتحركاتي اليوميه. كثير سهله، فيكي تعمليها بالحجاب الحرير الناعم وفيكي تعمليها كمان بالحجاب القطني، ولو عملتيها بالحجاب القطني ما بتحتاجي ولا دبوس. زي ما شفتي فكرتها كثير سهله، قسم كثير قليل خلينا على طرف والطرف الثاني القسم الطويل، يعني حتى اقل من ربع، احنا بالعاده بنعمل ربع او ثلاث ارباع، المره عملنا حتى اقل، بس لما حطيناه على الراس الاسم الصغير اخذناه ودخلناه حطيناه حوالين الرقبه، والترك اللي فيه انه دخلناه جوا الامطه القطن، الامطه القطن اللي احنا كلياتنا بنلبسها وكثير عمليه وبنصح دائما انك تلبسيها، دخلت الاسم الصغير جوا الامطه القطن والاسم الطويل اخذتيه ولفتيه حوالين راسك، ولانك اوريدي غطيتي المفروض انه يتغطى بالقسم الصغير تبع الحجاب قدرتي تعملي بحريه بالاسم الطويل، تعطي هالفوليوم الحلو وهيك تحسي انه حجابك محطوط بطريقه انسيابيه على راسك، لانه اتوقع هاي مشكله دائما بنحس انه الحجاب ملزق على الراس. صح. اوكي ممكن تعتمديها لهي اللفه. اكيد. اوكي روعه، تعالي نشوف اللفه الثانيه. اوكي تفضلي. الستايل الثاني اللي اخترت لك يا رانيا نفس الشيء، بنشتغل فيه على مبدا السرعه، قدرت تنفذيه بكل سهوله. الترك اللي فيه انه احنا استعملنا حجاب دبل برنت، حتى انك فيكي مره تعمليها على هذا الوجه مره على الوجه الثاني، نفس الشيء اللفه العاديه اللي انت بتعمليها بالطريقه العاديه واللي نفذناها اول مره هذه تعديل بسيط عليها. الطرف القصير اخذناه غطينا فيه الرقبه، الطرف الطويل بدل ما نلفه بالطريقه العاديه بنفس الاتجاه طعجناه حتى نبين كانه احنا لبسنا حجاب ثاني، وكمان هيك اعطينا فوليوم اكثر سبيشالي انتي انه وجهك ضعيف وحابين انه نعطيه هيك فوليوم ونحاول نقرب فيه اكثر على الشكل البيضاوي، وزي ما شفتي ما اخذ مني وقت ابدا، وانا متاكده انه انتي بس تتعودي عليه اكثر اكيد رح ياخذ منك اقل من دقيقه بالتنفيذ. عجبك؟ كثير عجبني، عجبني انه طبقتين يعني كاني لابسه شالتين يعني شالي واحده، فكثير تريك حلو يعني. هي روعه. يلا نشوف الستايل التالي. اوكي تفضل.
رانيا انا سعيده لانك مبسوطه بكل الاختيارات اللي اخترتها لك، فعلا هذا الشيء يبسطني. شو رايك في الاختيار الاخير؟ الاختيار الاخير يعني وانت كنتي حابه فستان شبيه يعني كثير لستايلي يعني، بس أوكي. تغير مع الاكسسوار والشنطه والشوز. أوكي. الشوز يعني كمان غريب علي، ما بلبس هالقد كعب فعلا، مع انه بسيط وكعب مع انه كعب، بس انا كله يعني على زاحف على الارض. اوكي قلت لك من لانه انت متعوده على الفلات، فهذا الكعب مناسب جدا لتبتدي تتعرفي او تصيري على طلاقه مع الكعب العالي. الكعب العالي سو هذا يعني كعبه مقبول، كثير مقبول ومريح أوكي. يعني ما بيعطي طول كثير. بما انك انت حتدخلي وناويه تدخلي وتصيري يعني على الجامعه ان شاء الله، فكانت ان شاء الله الله يوفقك، فكانت اختياراتي كلها ضمن اسلوب نهاري فريش لوك متعدد، ليكون عندك كذا اوبشن لما تكوني ان شاء الله مقبله على الجامعه والدراسه الجامعيه والتحصيل الجامعي، تكوني اوريدي جاهزه حتى نفسيا معنويا وحتى بلبسك. فلاحظتي انه اختياراتي كانت كلها نهاريه، طلعت عمليه جميله لتحسن وتجمل مظهرك الخارجي اللي كان عندك فيه مشكله. اللوك هذا كيف ما شفتي بسيط كيف ما قلتي، وانت ايضا تعتمدي وكل محجبه اكيد تعتمد فستان طويل وجاكيت بليزر جاكيت فوق منها، فلهذا كان اختياري للالوان هو جريء. ليه فستان طويل؟ فستان طويل كل البنات بتلبسوه او المحجبات، بس هو البرنت الانيمال برنت ان تعتمديه لمحجبه، هذا الشيء شوي اللي حيكون غريب او يمكن يخوفها منه. فنقش الحيوان هنا طالع بطريقه فيري نايس حلوه إليجنت، الوانه كثير حلوه لانه انت دائما البيربل والالوان هذه كثير بتطلع حلوه على بشرتك، وناعم في نفس الوقت، وفي بلت حزام من جوا ناعم ليعطيك كمان يبين تحديد لخصرك عشان ما تطلعي ستريت او بحرف الاتش. صح. وحطينا عليه جاكيت، اكيد الجاكيت لو عملنا اطول من هذا الطول ما حتطلع حلوه، لو قصيره ما حتطلع مناسبه للمحجبه، فطولها معقول ومناسب لهذا الطله. وكمان في الاكسسوارات ما اعتمدنا اشياء، بس شويه كعب بالنسبه لك وهو لازم تعتمديه وتحاولي تلبسيه لانه بيزيد من بيعطيك رشاقه اكثر وبيزيدك طول اكثر. والشنطه اللي هي عباره عن شنطه ميديوم متوسطة الحجم، مثل ما بتشوفي بسيطة بس أنيقة في نفس الوقت، مؤلفة من اللون الأسود والبيج. وفي الإكسسوارات ما بلغنا، رحنا بس لنعطي تاتش سيمبل وناعم بالسلسان اللي شفتيه طويل نازل من اللون الذهبي اللي بيناسب الطلة كلها. نروح الآن لنجرب تجربة جديدة. أوكي يلا اللفتين الاولانيات اللي اخترناهم او يعني عملت لك اياهم رانيا كانوا كاجوال او اكثر انه عمليين. هلا هاي اللفه حاولت انقي لك، ما انه انت ست بيت وبتطلع اكيد مع جوزك بالسهره وهيك، فاكيد بدك ستايل تقدر تطلعي فيه على السهره وبنفس الوقت يكون سريع وسهل. زي ما لاحظتي حاولت يعني اتبع لك نفس ثيم اللي هي لفتك العاديه، بس حبيت افرجيكي فرايتيز او تغييرات بسيطه ممكن تضيفيها على الحجاب يطلع حلو. هاي اللفه نفس الطريقه، طرف طويل وطرف قصير، الطرف القصير اخذناه ولفيناه حوالين الرقبه، والطرف الطويل تعطيكي الفوليوم اللي انا بدي اياه من هاي المنطقه تخلي وجهك بيضاوي اكثر، بدل ما انه الفه هاي اللفه لا اخذته وجمعته من تحت، يعني مسكته من تحت زي ما انت شفتي وجمعته من فوق، لانه سهره وعشان طريقه كثير حلوه وسهله نخلي اي حجاب عادي، طبعا لازم يكون حرير يلائم للسهره، اضفنا عليه اكسسوري من فوق كثير سهله ثبتناها وعملت لك هذا الستايل. احكي لي شو رايك فيه؟ كثير ستايل سهل يعني، يعني اللون الاحمر اعطى كثير حلو يعني. انت كنت خايفه من اللون الاحمر؟ اي حتى الاكسسوار يعني كثير خفيف، مو حاسه اني حاطه شيء يعني على الشيل يعني. وكثير حلو يعني وسريع. اوكي ان شاء الله تكوني استفدتي معنا اليوم رانيا، انا كثير انبسطت معك وبتوقع اني انا اشوف منك صور تبعتي لي اياهم الستايلات الجديده، وتقولي لي قد ايه المده اللي اخذتيها وانت قاعده عم تلفي في هذا الستايل. اكيد راح اكون تواصل معك، وشكرا كثير لك وساعدتيني كثير يعني في الحجاب والشيله واللفه وكل يا شكرا كثير. احلى حد. بحب اعيد امي وكل امهات العالم واقول لكم كل عام وانتم بخير. كثير حلو لك والمكياج كثير ولا
والأواعي لابين عليها. بما أنه حلقتنا خاصة بعيد الأم، مستشفى الأكاديمية الأمريكية للجراحة التجميلية وبرنامج أنت أجمل قرروا تقديم هدية مميزة لرانيا كنوع من الشكر والامتنان لكل ما تقدمه من جهود مع عائلتها ولنمنحها ساعات من الرفاهية. وفعلا أكثر ما كتحتاج رانيا هو الدلال اللي راح تحصل عليه بأعلى مستوياته في شيهان سبا. تعرفنا على رانيا اللي بلشت حياتها الأسرية بعمر 18. ما شاء الله رانيا أم لست أولاد، الله يخلي لها إياهم. طبعا مع انشغالاتها والتزاماتها اليومية وواجباتها المنزلية بطل عندها وقت تهتم بجمالها، سواء بشرتها شعرها أو جسمها. برنامج أنتي أجمل ومستشفى الأكاديمي الأمريكي للجراحة التجميلية قرروا يقدموا لرانيا يوم كامل في منتجع الشهانة بمناسبة عيد الأم. اللي رح نقدم لها اياه في منتجع الشهان الطبي عبارة عن جلسات علاجية للوجه للجسم وللشعر. بالنسبة للوجه رح نقدم لها تقنية الريد كاربت، وهذه التقنية رح تعمل تعطي نضارة بالبشرة وتوحد لونه وتشد الوجه بنفس الوقت. أما بالنسبة لعلاج الشعر فرح نقدم لها تقنية سوزي سكالب، وهذه التقنية رح تعالج تلفان الشعر، رح تعالج تساقط الشعر، وبنفس الوقت رح تعمل مساج لفروة الرأس وبالتالي حتخليها ترتاح وتريلاكس أكثر. بالنسبة للجسم رح نقدم لرانيا جلسة التشوكلت راب. هذه الجلسة رح نشيل الخلايا الميتة من جسمها أول شيء، بعدين رح نعمل ترطيب كامل للبشرة ونحط قناع التشوكلت ماسك اللي هو رح يخلي بشرتها ناعمة ويوحد لها لونها. وبالنهاية بحب أعيد أمي وكل أمهات العالم وأقول لكم كل عام وأنتم بخير. هدفنا مع رانيا كان خلع بهاءة ربة المنزل ومنحها مظهر مختلف كي يناسب وضعها الاجتماعي وطموحها اللي بدأت فيه من خلال عودتها للدراسة، واستكملت هذه الخطوة الكبيرة بتجديد المظهر واسترجاع الشباب. ككل أمهات اللي قدموا حياتهم وراحتهم في سبيلنا وسبيل سعادتنا، كانت رانيا أيضاً خير مثال للأم الحنون واللي كتختصر العالم كله بلمسة واحدة من يديها. ربي يحفظ لنا كل أمهاتنا ويحفظ لرانيا أولادها، وأنا كل حماس لرؤية رانيا بالمظهر الجديد. رانيا تفضلي. رانيا طالعة فعلا واو. أنا ما عرفتكش، اشتغلت عليك طول الأسبوع والآن تي واقفة قدامي وما عرفتكش، كلميني بشو حاسة؟ حاسة بحماس. ما حطول عليك، لفلك المراية شوفي نفسك وانتي حتقولي لي التغييرات وكيف شايفة رانيا الجديدة. أوكي؟ أوكي. مستعدة؟ يلا خليك جاهزة لأنه حتشوفي رانيا الجديدة وحتكلميني عنها.
فوالا. شو رايك؟ واو كثير حلو. شو رايك؟ رائع رائع. انا فعلا شايفه نتيجه رائعه قدامي. شايفه رانيا السيده الجميله الهادئه وكمان المرأة الشابة اللي حتلتحق بالجامعة كمان إن شاء الله، وشايفة لك جامعية بامتياز. حاسة حالي 20 سنة مشرقة يعني. الله يخليك والله يحميك لأولادك إن شاء الله يا رب. كلميني. يعني لك يعني صغاري بقول لك حاسة حالي عمري 20 سنة وفعلا الميك اب واو جميل، لفة الإشارة كمان كثير سيمبل ومعطي وجه يعني عطي وجهك حقه، معطي وجهي حقه، والألوان الألوان رائعة، حتى الشوز. كنت بتقولي أنا مستحيل ألبس كام شوز يعني معطيني طول. وصار لك كم ساعة لابسة ومشى كده؟ لا كثير يعني مريح. أوكي أنا مبسوطة بزاف من هذه النتيجة. شكرا. فعلا شكرا. طالعة هاك زوينة بزاف وكتستاهلي بكل صراحة. شكرا. أنت كنتي فعلا إنسانة خفيفة. كنتي مثل النسمة. أنت أكثر. ما حسينا بوجودك نهائيا ولا دمرتي، وكنتي فيري فليكسبل وقابلة لكل التغييرات، وكنتي دايما تتقبلي النقد والأشياء الإيجابية والسلبية بصدر رحب. أكيد. وهذا الشيء كنت من كان كنحييك عليه، وما شاء الله فعلا اكتسبتي يمكن بتربية أولادك الستة الصبر، وكنتي فعلا صبورة معنا، وكنتي مواظبة تلميذة مواظبة، بما معناه أنه كيف ما أنت متوفقة في حياتك كأم، أنا متأكدة أنه حتكوني موفقة كمان في حياتك الجامعية كطالبة. شكرا إن شاء الله. فكنتمنى لك التوفيق، ولكن بعد عندي لك مفاجأة الأخيرة. أنا فكرت أنا وفريق العمل شو الهدية اللي ممكن نعطيك بمناسبة عيد الأم، وما لقينا إلا أنه توصلنا لحل واجتمعنا عليه كلنا أنه أحلى هدية بالنسبة لك في يوم مثل هذا ومناسبة مثل هذه أنه نجيبوا لك آخر مفاجأة ببرنامج حتشوفيها الآن، لأنه حبيت أنه يكونوا من أول الناس اللي حيشوفوك بهالطلة ويشوفوا أمهم لأول يمكن حركتي حركتي مفاجأة، كنا عارفش نعمل مفاجأة من الآخر. جبنا لك أولادك خليهم يتفضلوا ليشوفوا أمهم باللوك الجديد. أولاد الصغار تفضلوا معنا، تفضلوا معنا، مرحبا بكم، ما تستحوا تفضلوا، مرحبا. جايبين لك القاعد الشوكولا والهدايا. كيفك؟ وين وين الولد الصغير؟ وينه؟ ليش ما يبغى يجي؟ هروح اجيبه انا. هلا يلا تعال تعال تحت في كاميرا حلوه، اعطيك شوكولا شوكولا. ها جبت لك اخر العنقود. هو مستحي، قال ما حاب يدخل الا لما يجي مع تاتي ابتسام، صح؟ شخبارك؟ مين هذه؟ ادم. ادم تعال. شكون هذه؟ تعال. شكون هذه؟ راح عند أمه أكيد. شو كلموني شو رأيكم في أمكم رانيا؟ كتير حلو لك، والمكياج كتير والأواعي لابين عليها. حبيتيهم؟ أوكي شو كمان؟ بس يعني حبيتي أمك باللوك الجديد وبالمظهر؟ كتير حبيتها. حبيتي وكنتي انت داعمه ولا كنتي مستحيه من انها تطلع وتشارك في برنامج؟ لا لا كنت داعمه. اصحابك يبقوا يعلقوا عليك وامك طلعت في التلفزيون؟ لا لا ما استحيت. كنتي حابه ان تتغير. شو اخو شو كلموني شاركونا برايي؟ حلوه كثير حلوه، لانه الشباب ما بيعرفوا يعبروا عن الجمال، ما بعرف ليش بس مبين انه مبسوطين. شو كلمني عبد الرحمن صح؟ حلو. شو شو عجبك؟ كل شيء. تغزل في امك شوي يعني عيد الام. شو كلش متغير؟ كلش
طيب خلينا نشيلك شوكولا لانه ثقيله عليك، نحطها هنا. وقول لي شو رايك في ماما كرانيا؟ حلو. شو بنقولها بمناسبه عيد الام؟ كل عام وانت بخير. فعلا كل عام وانت بألف 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 خير. شكرا كثير. وبنوتة الحلوة جابت لك معها ورود لتعبر عن حبها لك. وأنا كمان بدوري راح أسلم عليك وأقول لك كل عام وانت الأم والحب والسعادة والصحة يا رب. ثانك يو. شكرا على اشتراكك معنا وشرفتونا. يلا سيلفي.